بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض ديالنا تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة. اليوم غادي نعملوا واحد الشرح على واحد المولينين رائع، يعني الحمد لله داو الدراري بزاف ومزيون وجربته انا بيدي، عندي فيديو زيرو كان صاد به. هو زون زون، قرب معايا يوسف، زون زون فوري اس سي، شي حاجة مزيونة ومهم معروفين وداوهم الدراري، وان شاء الله غادي نعملوا واحد الشرح بسيط. واحد الصديق طلبوا مني. المهم الموليني ديالنا كيجي على هذا الشكل هذايا كما كتشوف معايا، شي حاجه ناضيه لويين فيه كحل وحمر لون واعر. هذا هبطو معايا الاخ في النير، صدنا به موليني صحيح مزيون كما كتشوفوا معايا. ها هو قرب زون زون فوري اس سي. بوبينه ديالو كتجي كيجي هو بواحد بوبينه هيدا ديال الخيط رقيق، سبول 1.5، كتجي الالومنيوم، شي حاجه مزيونه كما كتشوفوا صحيح. 15 كيلو ديال الفران فيه، يعني واعر بزاف هاد الموليني هذايا. كيجي مع هاد الورقه ديالو، كتجي مع واحد البوشيطه ديالو، وكتجي هاد الرويضه اللي كتجي له الشاره كتجي معاها مزايده. دابا حاليا كنت جبت منهم بزاف الحمد لله، شي تقريبا شي 60 حبه كما كتشوفوا، باقي لي راه فلاين واحد 25 حبه ولا 30 حبه. غادي ان شاء الله نعملو، غيكون بروموسيون في 10 الحبات الاوليين، هما اللي غادي يكون فيهم بروموسيون، غيكونوا بواحد الثمن خيالي. قرب معايا نزيدو نشرحو لهم شي معلومات عليهم. كما كتشوفو هنايا بريسيون دراد، رودامينتوس فيه 7 الرودامينتوس، كيجر مترو و 5 مترو و 5 سنتيم في الدورة. الراتيو ديالو 4.6، الوزن ديالو فيه 595 الغرام. هو موليني مزيون صراحة، واعر بزاف كما كتشوفوا معايا، جربته مغلقة، كيدي الغلاقة فحال شيمانو فحال الاكامي، ولكن كتخدم بوبينات ديالو هادو هما كيخدمو الاكامي. واللي بغا مثلا معاه بوبينة زايدة موجودين، اللي بغا مثلا كاين بوبينات على هاد الشكل هذا، كاين على هاد الشكل هذا، وكاين حتى هذا الغليط اللي كيبغي بوبينة بالغليط بحال هايداهي، كاينين بحال هادو. ما اي بوبينة حشيتي له كتخدم له، كيخدمو ديريكت كيما كتشوف معايا. كنعمل له بوبينة الخيط غليط على هاد الشكل هدايا، بوبينة تيمانو بيدا كتخدم هنايا كلشي، اي بوبينة حتى هاد الغلاقة هادي صغيرة هي اللي كتخدم بوبينات اخرين كيما كتشوفو معايا. هانتوما موليني رائع واعر بزاف. المهم الفران ديالو قلنا فيه 15 كيلو، 7 الرودامينتوس، الوزن ديالو 595، خفيف حتى على تيمانو التيغرا. بوبينه كتجي معاه بوبينه هاديه ديال الالومنيوم ماشي ديال التيفلون، اللي ما مثلا ما بغاش هاد البوبينه هاديه، بغا غير بهاد البوبينه. المهم هو كيجي، انا قلت لكم كيفاش كيجي، كيجي بوبينه واحده الثمن، واللي بغى بجوج البوبينات عاود نزيدو له الثمن ان شاء الله ببركه بوبينه اخرى، يعني هذه كتمشي بنفس الثمن ديالها، وغادي يكونوا فيهم ثمن مناسب ان شاء الله. داو من الدراري اغلبيه بزاف، وكما قلنا غنحاولوا نعملوا لكم برومو في 10 الحبات الاوليين اللي غادي يديهم، هما اللي غادي يكون فيهم برومو ان شاء الله. وموجود الخير الحمد لله كما كتشوفوا، كاين كلشي، غنحاول نعمل لكم كل حاجه، نعملوا ليها فيديو ديالها. اللي بغى شي حاجه اخوتي خلينا ميساج على هذا الرقم هذايا 0660071702، ويتوصل بها في اي مدينه كان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.